الولايات المتحدة الأمريكية أقحمت أسرابا من المقاتلات المتطورة تجاه منطقة الشرق الأوسط، وذلك لدعم الهجوم الإسرائيلي المرتقب على إيران. تفاصيل هذا الأمر نشرت خلال 24 ساعة الماضية من قبل القيادة المركزية الأمريكية وكذلك Air and Space Forces، والقصة كلها مرتبطة بمجموعتين من طائرات الـ F-15ES. كل مجموعة عبارة عن أربع طائرات هي التي وصلت لمنطقة الشرق الأوسط. القاعدة الرئيسية لهذه الطائرات بحسب هذه المصادر هي قاعدة Mountain Home Air Force Base المتمركزة في ولاية آيداهو، ولكن الواضح جدا بأن هذه الطائرات لم تنطلق من ولاية آيداهو مباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط، لا أبدا، الواضح بأنها انطلقت من بريطانيا وتحديدا من قاعدة راف ليكن هيث لتصل إلى منطقة الشرق الأوسط. وواحدة من الأدلة على أن الحركة كانت بهذه الطريقة لهذه الطائرات وحلقت باتجاه منطقة الشرق الأوسط هي التسجيلات من الفلايت رادار 24 التي أظهرت طائرات KC-46A وKC-135 سترات تانكر، وهي من طائرات تزويد الوقود التي ظهرت وهي تنطلق بهذه الطريقة من نفس القاعدة التي نتحدث عنها، وصلت للبحر المتوسط ومن ثم دخلت إلى منطقة الشرق الأوسط وجاء الإعلام بهذا الشكل. بالتالي تحليق هذه الطائرات يعني أن هنالك مقاتلات معها، وكان الإعلان سريعا للغاية مع وصول هذه الطائرات إلى الشرق الأوسط. وهذا هو التسجيل الخاص بالفلايت رادار 24 لطائرات KC-46 والKC-135. كذلك أن الأسبوع الماضي قد وصلت أسرابا من طائرات الـ A-10 Warthog المتخصصة في ضرب الأهداف الأرضية بحسب ما تحدثت أيضا عنه هذه المصادر، بالإضافة إلى أن خلال الأسبوع القادم ستصل أيضا أسرابا إضافية من طائرات الـ F-16C و F-22 Raptors، ووصول كل هذه الطائرات لهذه المنطقة بهذه الطريقة هو يأتي متزامنا مع على ما يبدو وصول حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان إلى البحر المتوسط. ليس هنالك إعلان رسميا حول هذه المسألة، ولكن حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة هاري ترومان كانت في 4 أكتوبر موجودة هنا تقريبا كما تلاحظون في المحيط الأطلسي، وهي تأتي باتجاه مضيق جبل طارق، وبالتالي واضح جدا نحن الآن في 10 أكتوبر، أي مرشح جدا أن حاملة الطائرات الأمريكية قد دخلت إلى هذه المنطقة وأصبحت قريبة من منطقة العمليات مع وجود حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في البحر العربي أيضا، وبالتالي حاملة طائرات إبراهام لينكولن تضغط على إيران، تضبط الإيقاع من إيران وتضبط كذلك إيقاع جماعة الحوثي، وأيضا في نفس الوقت وصول مثل حاملة الطائرات هاري ترومان إلى البحر المتوسط باتجاه إسرائيل ولبنان هي مسألة مهمة لضبط إيقاع الأمور إذا ما تطورت بشكل أكبر حتى مما هو متوقع. وهنالك العديد أيضا من المدمرات والسفن المهمة الموجودة أيضا على السواحل الإسرائيلية وكذلك السواحل اللبنانية بحسب شيزو إنتل، ترى هنا بأن هنالك العديد من المدمرات والسفن ليست فقط الأمريكية وإنما أيضا البريطانية منتشرة في هذه المنطقة بهذه الطريقة التي نراها، وهذا كله يأتي في ظل بأننا الآن وخلال الساعات القادمة يجب أن نستمع إلى أخبار سريعة ستكون قادمة من المجلس الأمن المصغر الإسرائيلي الذي سيصوت بالموافقة على ضرب إيران، ومتوقع أن تتم الموافقة طبعا من خلال هذا التصويت وإعطاء التخويل الكامل لنتنياهو ووزير دفاعه ليختاروا الموعد والأهداف في تحقيق هذه الاستهدافات. وهذا يأتي في ظل تصريحات نارية يوم أمس قادمة من يوآف جالانت الذي قال سيكون هجومنا قاتلا ودقيقا وفوق كل شيء مفاجئا ولن يفهموا ما حدث وكيف. الجانب الإيراني من جهة أخرى وزير الخارجية الإيراني قال نحن مستعدون لأي سيناريو مع إسرائيل مع أننا لا نريد الحرب، فلتختبر إسرائيل عزيمتنا، بالإضافة إلى أن وكالة رويترز أكدت بأن إيران هددت دول الخليج العربي بأن لا تسمح دول الخليج العربي لإسرائيل بأن تستخدم أجوائها في ضرب إيران. بالتالي هنا القلق الكبير وهذا هو سبب التحشيد الأمريكي الواضح في هذه المنطقة، هو نعم لدعم إسرائيل في هذه الضربة، ولكن هنالك نقاشات حول هذه الضربة وليس واضحا ما إذا كانت إسرائيل ستضرب المنشآت النفطية أو حتى المنشآت النووية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقف مع هذه الضربة، لكن القلق الكبير هي التهديدات الإيرانية لأن إسرائيل بطبيعة الحال سترد بقوة، ومتوقع أن تكون هنالك ضربة قوية على الجانب الإيراني، لكن إيران قالت بأنها لن تسكت أمام مثل هذه الضربة وبأنها سترد مباشرة على إسرائيل. بالتالي انضربت إسرائيل إيران وعادت إيران لتوجيه ضربة على إسرائيل، فإسرائيل ممكن أن تعود لتوجيه ضربة
ضربة كبيرة على المنشآت النووية، أو قد تختصر قضية المنشآت النووية بضرب المنشآت النفطية كما فعلت مع جماعة الحوثي، وهذا هو الأمر الذي سيؤدي بإيران إلى ضرب كل المنشآت النفطية الموجودة في الخليج العربي، كما تحدثت ببساطة إيران عن طريق العديد من القنوات الغير رسمية، لكنها واضحة حتى في مصادر مهمة وموثوقة بأن هذا هو سيكون الرد الإيراني، ولن تقبل أن تقع في مشكلة نفطية نهائيا، وبالتالي مثل هذه الضربة الإيرانية ببساطة ستؤدي إلى رفع أسعار النفط، وهذا آخر شيء ممكن أن يريده الحزب الديمقراطي لكامالا هاريس في وجود دونالد ترامب، لأن دونالد ترامب سيستفيد من مثل هذا السيناريو وسيفوز في نهاية المطاف. بالتالي وجود هذه الطائرات هي ليست فقط لدعم الحلفاء وكذلك لدعم إسرائيل، لا أبدا، بل هي لحماية المنشآت النفطية في حالة دخلنا في هذا السيناريو المرشح جدا، والذي سيدخل المنطقة في أزمة طاقة كبيرة للغاية، وأيضا سيدخل المنطقة في حرب إقليمية إلا إذا اكتفت إيران ولم ترد على الضربة الإسرائيلية المرتقبة باتجاه هذه المنطقة بأكملها. ويبدو بأن هنالك اتفاقا واضحا بين الولايات المتحدة وإسرائيل في توجيه مثل هذه الضربة والتنسيق عن طبيعة هذه السيناريوهات من خلال اتصال قد جرى بين بنيامين نتنياهو وجو بايدن لمدة نصف ساعة يوم أمس. صدر بيان من البيت الأبيض حول هذا الاتصال، وكانت كامالا هاريس موجودة من ضمن هذا الاتصال أساسا، وكذلك بنيامين نتنياهو كان جالسا وكان يجري الاتصال، ومعه عدد من الوزراء والمستشارين الخاصين به، والأنباء تبدو إيجابية رغم كل الخلافات بين بنيامين نتنياهو وبايدن في مثل هذه المسألة، على الرغم من أن يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي ألغيت زيارته إلى واشنطن التي كان من المفترض أن تتم يوم أمس. لكن بعد هذه الأنباء هنالك بعض الأنباء الغير مؤكدة تتحدث بأن يوآف جالانت سيتجه للولايات المتحدة الأمريكية خلال الاثنين القادم، بالتالي انتشار الأصول العسكرية خلال الأسبوع القادم، USS هاري ترومان، الاتصالات وزيارة وزير الدفاع إلى واشنطن، قد ترشح بأن هذه الضربة بحاجة إلى يومين أو ثلاثة حتى نرى الضربة الإسرائيلية القادمة. وعلى الرغم من أن إسرائيل منشغلة بهذه القضية والرد على إيران، إلا أنها لا زالت تعمل في جنوب لبنان، وبدأت بتدمير الأنفاق المطلة على الحدود الإسرائيلية في داخل جنوب لبنان وبسرعة كبيرة. هذه أنفاق وبنى تحتية في أنفاق حزب الله اللبناني دمرت بهذه الطريقة. نأخذ بعض العلامات لنتأكد من هذه المنطقة، ترى بأن هنالك مبنى رغم عدم وضوح هذه الصورة، وهذه شجرة، وتلاحظ بأنك أمام طريق وأيضا طريق آخر بهذا الشكل، نتجه للقمر الصناعي بسرعة، وبالاستفادة من هذه العلامات على الأرض سنجد بأننا نتجه بسرعة إلى عيترون، وتلاحظ باتجاه منطقة مرتفعة مطلة على عيترون، وهذه هي بالضبط النقطة التي كنا نراها، هذا هو المبنى باللون الأبيض، الشجرة، وهذا هو الطريق، وهذا هو كله، وهذه كلها نفس العلامات، مما يؤكد أن النفق الخاص بحزب الله اللبناني كما كان ظاهرا بهذا التصوير هو قد دمر في هذه المنطقة تحديدا. وأيضا وزارة الدفاع الإسرائيلية أساسا نشرت مقطعا مصورا لنفس هذه الصورة التي نراها في القمر الصناعي، توضح بأنها دمرت المزيد من الأنفاق والتفرعات لهذه الأنفاق في هذه النقطة. لاحظ هذه نفس المنطقة ونفس الصورة باتجاه عيترون، وكانت الانفجارات بهذه الطريقة، بالتالي هم سيطروا على النفق، فخخوا النفق ودمروه لينهوا خطر استخدام هذه الأنفاق من قبل قوة الرضوان، قوة النخبة في حزب الله اللبناني لمهاجمة العمق الإسرائيلي. وبشكل عام طبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي هنا في هذه المعركة تحديدا، فإنه يبحث عن تحقيق تقدم كبير باتجاه يارون ومارون الراس وكذلك عيترون من أجل السيطرة على بنت جبيل. هذه صورة واضحة من لبنان يونيت تراكر، وهو الذي يوضح بأن إسرائيل هنا لديها أهداف، هي سيطرت على يارون وكذلك مارون الراس تقريبا سيطرت عليها، وكذلك بالسيطرة على هذه المنطقة المرتفعة هي فرضت سيطرة سريعة وسيطرة نارية على عيترون، وكذلك لديها أيضا سيطرة نارية ليست كاملة ولكنها سيطرة مهمة على بنت جبيل. واضح جدا بأن إسرائيل تريد التحرك بهذه الطريقة، تريد التحرك والسيطرة أيضا على عيترون ومحاصرة بنت جبيل، وهذا هو الأمر الذي سيدفع حزب الله اللبناني في نهاية المطاف أن يتخذ قرارا بالانسحاب أو المقاومة، وهذه قد تكون مسألة فيها مخاطرة كبيرة بعد الاستهدافات الكبيرة التي طالت العديد من القادة والاتصالات
الاتصالات والإمكانيات والأمور اللوجستية والمالية والسلاح، الأمر سيكون صعبا بكل تأكيد على حزب الله اللبناني في مثل هذا الاستهداف. كذلك ترى بأن المناظر القادمة من مارون الراس على سبيل المثال، هنا ترى هذه الصورة قادمة من مارون الراس، لاحظ هنا قبل وهنا بعد، لاحظ الدمار في القمر الصناعي مما كانت عليه الأمور الشهر الماضي وهذا الشهر، ستلاحظ أن هنالك دمارا كبيرا في عدد من النقاط، كما نلاحظ قد تغيرت الصورة وأصبحت شيئا فشيئا وكأنها قطاع غزة، كأنها البلدات الموجودة في قطاع غزة. هنا على سبيل المثال يارون تلاحظ أيضا هنالك الكثير من التغييرات والمساحات التي أصبحت مفتوحة بعد هذه الاستهدافات التي نراها، الكثير من حقيقة الفروقات الواضحة لهذه الصورة بسبب الضربات المدفعية والضربات الجوية التي طالت هذه المنطقة. بشكل عام لا زالت الأمور مستمرة بهذه الطريقة، عدد من المناطق العسكرية، نتحدث عن 4 مناطق عسكرية و4 فرق عسكرية هي التي تتقدم باتجاه جنوب لبنان بهذه الطريقة، وهم مستمرون طبعا بهذه العملية دون فقدان التركيز فيما يجري في قطاع غزة أو إيران أو حتى ما هو قادم من الفصائل العراقية أو جماعة الحوثي. والمثير ما ذكرته الوول ستريت جورنال عن سعي أمريكي لانتخاب رئيس لبناني جديد في لبنان كاستغلال للوضع وضرب النفوذ الخاص بحزب الله اللبناني، وهذا ما ذكرته الوول ستريت جورنال. لقد تواصل كبار المسؤولين الأمريكيين ومن بينهم بلينكين وهوكشتاين مع قطر ومصر والمملكة العربية السعودية للحصول على الدعم في انتخاب رئيس جديد في لبنان. تهدف الولايات المتحدة إلى الاستفادة من هجوم إسرائيل على حزب الله للحد من نفوذ الجماعة في البلاد. بالتالي هنالك نظام سياسي الآن أو رئيس جديد سيأتي بحسب المعطيات التي تتغير الآن على الأرض ضد حزب الله اللبناني. هنالك ترقب كبير الآن للقرار الإسرائيلي والتصويت الإسرائيلي، وسنرى ما الذي سيحدث بكل تأكيد.